أسس معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية بجامعة بغداد في حزيران عام 1999، وتركز نشاطه في إعداد الكوادر المتخصصة من حملة الشهادات العليا في اختصاص الهندسة الوراثية والتقنيات الإحيائية وإجراء البحوث العلمية، فضلا عن إقامة الدورات والندوات المتخصصة والمساهمة في نقل التكنولوجيا. معهد الهندسة الوراثية يعني واحد من المعاهد المتقدمة اللي موجودة يعني في العراق يعني، ومقر طبعا معروف عليه انه مقر في جامعة بغداد، يعني تابع مؤسسة تابعة لجامعة بغداد. هذا المعهد يعني أسس من 1999 بأمر مجاري يعني، ومن تأسيسه لحد الآن يعني أصبح يعني واحدة من المؤسسات اللامعة يعني في جامعة بغداد، من ناحية الأداء ومن ناحية يعني التطوير ومن ناحية الإمكانيات العلمية المتوفرة يعني في هذا المعهد. المعهد بعد السنين الطويلة اللي مضت عليه الآن أصبح يعني لدينا يعني مؤسسة متقدمة يعني تهتم يعني بمجال البحوث الطبية والبحوث الزراعية والبحوث اللي تتعلق بالبيئة والبحوث اللي لها جوانب وتطبيقات صناعية. تقريبا يعني يعتبر المعهد واحدة من الركائز العلمية في جامعة بغداد من ناحية الإنتاج العلمي يعني، ويضم المعهد هسه الآن يعني في هذا العام يعني 2019 يعني حدود تقريبا اللي موجودين به أكثر من 200 طالب دراسات عليا، تقريبا 80 من عندهم طلاب دكتوراه ومتبقى يتوزعون على طلبة الماجستير وطلبة الدبلوم العالي، وهؤلاء يعني يقومون بمجالات بحثية كثيرة يعني. ونتيجة لهذا الزخم الهائل والكبير اللي موجود داخل المعهد، لذلك تجد أنه النشاط العلمي خصوصا النشر العلمي غزير جدا للمعهد من 2013 ولغاية 2019. خلال هذه الفترة الوجيزة من استطاع المعهد أن ينجز 500 وينشر نشر علمي معظم دولي، أكثر من 90% الدولي، حوالي 588 بحث. عدد الأساتذة اللي موجودين الآن في 2019 حوالي اللي عندنا 38 أستاذ ما بين دكتوراه وماجستير. لما تجي على النتاج العلمي هذا من ناحية وتقسم على عدد الأساتذة اللي موجودين، يطلع بحدود تقريبا 17 بحث لكل أستاذ، وأي بمعنى تقريبا أربعة أبحاث لكل أستاذ للفترة من 2013 لغاية 2019. وهذا بطبيعة الحال يعني ينطي انطباع واضح جدا للعيان بأنه معهد الهندسة الوراثية معهد يعني إنتاجيته عالية جدا من ناحية الأبحاث العلمية ومن ناحية النشر يعني. هذا إضافة طبعا إلى عقد يعني العديد من المؤتمرات، 4 مؤتمرات دولية ومؤتمرين محليين وأكثر من حوالي 100 وشوية ندوات وورش عمل داخل المعهد من أجل تطوير الكوادر ونشر الوعي العلمي اللي موجود. هذا إضافة إلى العلاقات العلمية اللي موجودة ما بين معهد الهندسة الوراثية ومؤسسات جامعة بغداد، بالإضافة إلى الوزارات الأخرى خارج وزارة التعليم العالي مثل وزارة الصحة ووزارة الزراعة ووزارة البيئة، وهناك يعني العديد من المختصين اللي يجون يعني إلى معهد الهندسة الوراثية من أجل التدريب ومن أجل إكسابهم المهارات اللازمة لعمل العلمي داخل مؤسساته. والحمد لله الآن يعني أصبح معهد الهندسة الوراثية يعني نجمة لامعة يعني في يعني ما يخص البحث العلمي، ومشهور يعني على مستوى العراق، وكثير من الطلبة يعني يسعون يعني إلى أن يكونون يعني طلبة دراسات عليا داخل هذا المعهد بسبب التفوق وبسبب يعني
الاهتمام الكبير اللي موجود يعني لعمادة المعهد ولكادر المعهد للطلبة ولتوفير الإمكانات العلمية اللي موجودة بها. إن شاء الله بعون الله إنه هذا المعهد يأخذ يعني مكانه الحقيقي، ونتمنى إنه وزارة التعليم العالي يعني وجامعة بغداد يعني بالذات منها تخصص مبنى خاص لمعهد الهندسة الوراثية من أجل يعني تطوير الأعمال العلمية اللي موجودة داخل المعهد. الأستاذ الدكتور عبد الحسين الفيصل عميد معهد الهندسة الوراثية جامعة بغداد. علم الهندسة الوراثية هو من العلوم الذي يدخل في جميع المجالات في الصناعة والزراعة والعلوم الطبية. هناك العديد من الطلبة يتقدمون سنوياً للمعهد، والمعهد حقق إنجازات في هذا المجال. المعهد حرص على أن يوفر مختبرات علمية متطورة من أجهزة ومواد للطلبة مساعدتهم في إنجاز بحوثهم. أيضا يحرص المعهد على وضع خطط بحثية تتلائم مع احتياجات المجتمع من خلال طلبة الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه، ويحرص على تطبيقها بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المختصة خدمة لمجتمعنا وبلدنا العزيز. يضم المعهد فرع الهندسة الوراثية وفرع التقنيات الإحيائية، حيث يمنح شهادات الدبلوم العالي الماجستير والدكتوراه في هذين الفرعين. وبسبب طبيعة التخصصات التطبيقية المتداخلة مع غيرها من العلوم، يمكن أن ينضم للدراسة في المعهد خريجي أغلب الكليات العلمية ذات الاختصاصات المساندة لتخصص المعهد، مثل كليات المجموعة الطبية والعلوم والزراعة والتقنيات الإحيائية وغيرها. وتخرج من معهد الهندسة الوراثية والتقنيات الأحيائية 577 طالبا منذ تأسيسه، بينما يدرس في الوقت الحالي 150 طالبا مستمرا بالدراسة. هذا ويبلغ عدد تدريسي المعهد 44 تدريسيا. وتحرص عمادة المعهد وكوادرها التدريسية على تحقيق الريادة والابتكار في مجال بحوث الهندسة الوراثية والتقنيات الأحيائية، وأن تكون رائدة في تهيئة البيئة الجامعية التي تلبي تطلعات طلبة البلد، وتعزز النشاطات الطلابية وترقى بمستوى تفكير الطلبة،
علميا ومعرفيا وأخلاقيا وسلوكيا، وذلك من حيث اعتماد وتطوير معايير أدائية لقياس المستوى العلمي والتطبيقي لطلبة الجامعة. ويتوفر في المعهد مختبرات علمية خاصة لتدريب الطلبة بإشراف من أساتذة متخصصين من المعهد. ومن هذه المختبرات مختبر وراثة الأحياء المجهرية، مختبر الفيروسات، مختبر الزراعة النسيجية البشرية، مختبر الأنزيمات والفصل الحيوية، مختبر البيئة الحيوية، مختبر المنظومات الهندسية، مختبر الوراثة الجزيئية، مختبر الوراثة الجزيئية والخلوية، بالإضافة إلى مختبر المناعة الوراثية ومختبر الوراثة وتحليل منتجات النبات.